شفت امبارح، هنتكلم بقى على اداء اللعيبه. مين امبارح شفت ان هو كان مفاجاه الماتش او مفاجاه المباراه اداء؟ لا هو انا اللعيبه كلها بصراحه يعني امبارح ادوا اللي عليهم، يعني كل اللعيبه ادوا عليهم، مش عايز طبعا اذكر حد وانسى حد، هم كلهم بجد بجد احنا يعني بنشكرهم، وباذن الله باذن الله احنا مستنيين منهم البطوله الثانيه باذن الله باذن الله في خلال شهر، عشان يقدروا يفرحوا الجمهور ويفرحوا مجلس الاداره ويفرحوا كل الناس اللي بتحب نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله باذن الله نادي الزمالك بطل السوبر المصري يا رب ان شاء الله. طب واحده من اللقطات اللي حصلت امبارح وعايز اشوف رايك فيها ايه، وهو اوباما وجوده مع بيراميدز ولقطه الاحترام المتبادل ما بين اوباما، يوسف اوباما، وما بين جماهير نادي الزمالك. لا ده لقطة عظيمة جدا. يوسف اوباما يعني ابني من ابناء نادي الزمالك، واللي اتربى في نادي الزمالك فعلا 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 يعني زي ما بيقولوا كده يعني الاصل، التربية بتاعته فعلا ما يقدرش ينسى كل لحظة عاشها جوه نادي الزمالك. يوسف اوباما لعيب كبير ومن احسن رقم 10 موجود في مصر، وانا يعني بشكره فعلا على اللقطة اللي حصلت، وبشكر جمهور نادي الزمالك الاصيل اللي فعلا فعلا ما بينساش ولاده، وهو دي يعني رساله لكل الناس تشوف مدى الاحترام المتبادل ما بين لعيب كان موجود عندي انا كجمهور ومشي راح نادي تاني يعتبر نادي منافس في بطوله كبيره، ويعني صراحه لقطه جميله جدا جدا اتبسطت منها قوي 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 قوي.